اهلا بحضرتك الفنان القدير مفيد عاشور، برحب بيك شلال البلد. عايزه حضرتك تكلمني النهارده عن حرصك في التواجد في المهرجان القومي للمسرح المصري اللي بيحمل اسم سيده المسرح الفنانه القديره سميحه ايوب. هو كلنا كمسرحيين بنبقى حريصين جدا ان احنا نحضر المهرجان القومي للمسرح، وانا اتمنى ان الدوره دي تبقى دوره ناجحه. وانا سعيد جدا بالجهد الكبير جدا جدا اللي عامله الصديق النجم محمد رياض على مدار 4 شهور، اعتقد ما بدأش بينام يعني. فربنا يسهل وهذه الدوره تخرج كما يتمنى هو وكما نتمنى نحن انها تخرج. هاي برضه تحب تقول ايه النهارده لسيده المسرح الفنانه القديره سميحه ايوب؟ بقى انا بقول لها ربنا يديك الصحه ويديك العافيه، أيقونة من أيقونات المسرح المصري، وكلنا بنعتز بيكي ونفتخر بيكي، وإحنا كمصريين وكفنانين مصريين بنعتز إن عندنا سميحة أيوب، فشرف لينا إحنا سميحة أيوب، ربنا يديك الصحة. برضه حضرتك تحب تقول إيه للمكرمين النهارده في خلال الحفل؟ أنا بقول لكل المكرمين مبروك، جميعا مبروك بلا استثناء، لأنهم جميعا قدموا جهد كبير للمسرح المصري، وكل واحد فيهم ليه تاريخ مشرف في المسرح المصري منذ ان كان هاويا حتى هذه اللحظه اللي انا بسجل مع حضرتك فيها يعني. تحياتي لهم جميعا والف الف مبروك. شكرا جدا لحضرتك.